النهارده حلقة خاصة جدا، جايين من القمح نرد الجميل لبطل أثر في مصر كلها، بطل ضحى بعمره من أجل الوطن. جايين نزور أسرته، زوجته وأبنائه علشان نقول لهم إن البطل أحمد منسي الشهيد الأسطوري هيفضل عايش جوانا. صحيح برنامجنا رياضي وبنزور نجوم الرياضة في كل الأندية، لكن في قناة الأهلي عندنا رسالة. رسالتنا النهاردة إننا بنقدر الأبطال الكبار بعيداً عن الملعب والكورة. النهاردة حلقة مختلفة لأنها عن رجل مختلف، وحابب أبدأ حواري النهاردة مع زوجة الشهيد الأسطوري الخالد منسي. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب كابتن وسام، بجد شرفتنا ونورتنا النهاردة. حضرتك اللي منورانا على قناة الأهلي. الله يخليك، ألف شكر ليك. في البداية برضو عايزين نتعرف على الشباب الجميل، نبتدي من هنا من الاول بقى من الجميله عليا. ازيك عليا؟ الحمد لله. قولي لنا بقى عندك كام سنه؟ 8. 8 سنين ما شاء الله. سنه ثالثه. سنه ثالثه، شاطره في المدرسه؟ اه الحمد لله. برافو عليكي. بتحب الاهلي؟ جدا جدا، عشان كده لابسه تيشيرت الاهلي النهارده. الصغير بقى علي، ازيك يا علي؟ اخبارك ايه؟ قولي بقى علي عندك كام سنه؟ 7. 7 سنين وشاطر زي عليا في المدرسه؟ تجيب درجات كويسه؟ برافو عليك. حمزه، ازيك يا حمزه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه حمزه؟ 14. ما شاء الله. في سنه كام دلوقتي؟ تاني اعدادي. متفوق في المدرسه؟ الحمد لله. قول لي بقى، واحنا النهارده انتوا لابسين تيشيرتات الاهلي كده، عايزين نبتدي حلقتنا عن الاهلي. الاول حكايه الاسطوره منسي مع الاهلي كانت ايه؟ لا، هو انا طبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان انا عرفت احمد الله يرحمه اهلاوي صميم، يعني ابا عن جد، العيله كلها، الوالد اخواته العيله كلها اهلاويه الحمد لله يعني. فهو لا، كان اهلاوي صميم ومشجع جيد للاهلي وبيعشق النادي الاهلي. حكايه اهلي وزمالك في بدايه التعارف كان ليها قصه يعني من الحاجات الطريفه، هو الله يرحمه احمد اصلا كان بيتمتع بحس الدعابه، او كان يعني سبحان الله على قد ما هو شخصيه قويه وقياديه، في ناس متخيله انه كان صارم وقاسي، ولكن لا بالعكس، هو كان دمه خفيف جدا وبيحب فاول مره في حياته يجي يشوفني، اول مره في التعارف بالظبط في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه، هنا في نفس الشقه بالظبط. كان سبحان الله هما طبعا يعني بيجي على الساعه 7 8 كده اخر النهار وكده، فطبعا كان في ساعتها في ماتش او مباراه اهلي وزمالك طبعا، يعني زي نظام المجتمع بتاعنا، هو جه وقعد مع والده ووالدته وبابا وماما، وانا العروسه جوه بقى. فسلمت ودخلت وقعدوا بقى، خدوا وده في الكلام لحد لما خلاص بقى يعني جه الوقت اللي لازم العريس بقى يقوم على العروسه، يدخلوا يقعدوا يتكلموا مع بعض، يتعرفوا كده، جلسه تعارف بقى. ساعتها والدي بيقول له يعني قالوا لا في الـ في الـ في النص يعني لما الشوط كان كان الشوط الاولاني خلاص يعني فاضل له، قال لا معلش اسف بضحك طبعا يعني قال لا بين الشوطين يعني لدرجه انه مش قادر من كتر ما هو متابع وقاعد ومشدود وبيشجع طبعا الاهلي، فهو مش عايز يخسر وفعلا في قام بقى بعد في النص قام بقى قعدنا وكان ساعتها انا فاكره جدا من كتر ما بابا لاحظ انه اهلاوي ومتحمس بجد، كان كل ما الاهلي يجيب جون يخش لنا يفرح يسلم ويرجع تاني يعرفه احمد الاهلي جاب جون، يعني كان بيفرح. الحمد لله ان يوميها الاهلي كسب المباراه يعني، فيمكن عشان حتى وقعد يقول لي وشك حلو يعني في اول جلسه كان يعني اليوم انتهى بسعاده جدا يعني، سعيد من كل الجهات وفرحان طبعا ان الفريق بتاعه كان متابع الكره باستمرار. طبعا يمكن عشان ظروف شغله كان مش بيعرف ينزل في وقت يتفرج زي اي شاب على القهوه او مع اصحابه، كان احيانا كتير بيبقى في عمله، لان طبعا كان بيتابع وكان بيهتم، ولو كان موجود كان بينزل طبعا الاهلي بالذات عنده كان لا لازم يتابع ولازم ياخد باله، ولازم حتى لو مش قادر يتابع على المواقع التواصل وكده النتيجه بس كان حريص انه دايما حريص لو موجود طبعا، لو موجود لازم ينزل مع اصدقائه على القهوه ويتابع. حتى كان من ضمن الحاجات اللي دايما وانا افتقدتها بصراحه كان لما يجي نازل، عشان هو عارف ان انا ماليش في الكوره قوي
زي اي ست بقى يعني ما بنحطش همنا قوي يعني. فكان دايما عشان يحمسني او عشان يعني ادعي وخصوصا ان يمكن السيدات مش بيشجعوا قوي او يعني ما بيهتموش قوي بالحاجات دي. فكان دايما يقول لي من اول اليوم يقول لي النهارده بالليل الاهلي هيلعب مع اي فريق ايا كان الاهلي هيلعب، فعلشان خاطر يحمسني ان انا اشجع يقول لي ادعي بقى من هنا لحد بالليل ان الاهلي يفوز او يكسب. هو عارف ان انا بعشق الشوكليت يعني يعني بحب، فهو بيدخل لي عشان يحببني في اني ادعي للاهلي من الشوكولاته يعني. فكان يقول لي الله يرحمه، ودي حاجه انا افتقدتها بعد الله يرحمه استشهاده، ادعي بقى لحد بالليل عشان الاهلي لو كسب ان شاء الله او فاز هجيب لك شوكولاته كبيره يعني. كان دايما حتى يقول لي يعني مش حاجه بقى صغيره، لا حاجه تستاهل اني ادعي حقيقه. والله كان لحد اخر لحظه في حياته بيوفي بوعده يعني. كنت دايما لما يشجع لما الاهلي يفوز كنت دايما الاقيه، وسبحان الله يعني يمكن الاهلي بالذات لما بيبقى بيلعب بره انا ما كنتش، انت لو قاعد في البيت مش فاتح المباراه او مش متابعها او مش معروضه على القنوات احنا بنبقى عارفين ان الاهلي جاب جون من صوت الناس في القهاوي حوالينا. لما الاهلي الصوت والتشجيع والصفافير والضمامير كنت ببقى قاعده في البيت الاهلي بيعمل سعاده، عرفت ان عرفت ان الاهلي جاب جون. فلما كان بيفوز كنت ببقى عارفه ان الشوكولاته جايه، فكان دايما بيوفي بوعده. كنت بتشوف الفرحه في عينين الشهيد البطل منسي لما الاهلي كان بيفوز؟ كان بيبقى راجع بصراحه سعيد، موده كويس. عارف اللي طاير، موده متغير جدا، عارف اللي عنده مثلا شحنه في شغل وفي ضغط وفي مصاريف وفي اعباء وفي اولاد واتفرغت كلها مع الفوز بتاع الاهلي بتاع فريقه المفضل اللي هو بيشجعه، كان بيبقى جاي متغير وسعيد. وفي المقابل لما، ودي نقطة عايزة أركز عليها والله عشان الناس كلها والشباب، لما كان لا سمح الله بيحصل خسارة ما كانش بقى مفيش العصبية، مفيش بقى مفيش بقى اللي هو التعصب اللي مش مطلوب أو التعصب اللي بيجيب ضرر. كان بيبقى طبعا زعلان وكده، بس خلاص مجرد ما بيوصل البيت وبيقابل الأولاد وبيضحك معاهم خلاص الدنيا بتقول.